كم ستيب اريده زين وترم عندي ترم رايت وترم ليفت زين حسب اللي اريده او اقدر احدد الزاويه اللي اريد استدير بها اوكي اقدر احدد الزاويه اللي اريد استدير بها مثل ما دا نشوف هنا زين انا اليوم اكو يعني راح نبلش اكو بعازات يسموها الكنترول لوكس طبعا اللوكس هاي عازات اللوكس هي تخليني اقدر مثلا اخلي البزونة تقول هلاو مثلا زين او تطلع فصوت معين زين او شو هايد فتشي معين زين سويتش كوستوم مثلا اذا اريد ابدل الملابس مالتها زين سويتش باك دروب تشينج كولر اقدر اغير لون البزونة اللي عندي زين وهكذا غيرها من الاعازات زين خلينا نكتب لنا احنا هسه فد كود بسيط زين هذا الكود اريد اخلي البزونة مالتي تمشي بشكل مربع اوكي تمشي بشكل مربع اول شيء خلي اريدها تمشي بشكل خط مستقيم وراح اقلها تمشي زين لمدة 50 ستيب طبعا دائما بداية برنامجي اكو عندي هاي الايفنت شنو ايفنت يعني حدث يعني من يصير فتشي بس اريدكم تعرفون الحاسبات وتنتبهون وياي حبايبي او في الحاسبات يلا كلها تعرف الحاسبات انتبهوا وياي راح اعطيكم مجال حتى تكتبون بعدين البرنامج مالتكم واذا برنامجكم صحيح اخليكم تشغلوه على الروبوت اوكي فعندي الايفنت مثلا هاي وين فلاج جرين يعني من ادوس هذا الجرين فلاج زين راح هو يتحرك خلي اجرب بالله راح اشغله شوف تحرك فخلي نمشي 100 خطوه وعليكم السلام ورحمه الله انا وسهلا وعين الله يخليكم هلا وشلون تفضلوا اقعد لقدام هنا اصير او عمود تصير ورا اي